اهلا بحضراتكم من جديد. وكاس البطوله العربيه الحقيقه يعني اضخم كاس جالنا في الاستوديو الحقيقه بدون مبالغه، ما شاء الله حاجه يعني يليق بالبطوله العربيه الكبيره اللي فاز بيها النادي الاهلي للكره الطائره. زي ما انتم شايفين اهو كبير ما شاء الله، كاس كبير جدا. في البدايه برحب بنجم الفريق الكابتن محمد عبد المحسن، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. حضرتك يا اسف، حضرتك يا اسف، الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك حبيبي. بطولتين في موسم واحد في البدايه حاجه جميله ومشرفه. مجرد البدايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، برافو عليك، دي البدايه. برحب بنجم الفريق ونجم منتخب مصر ايضا كابتن محمد عصران. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بحضرتك يا كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن دي اول تاني بطوله. ثالثة الحمد لله. فكرني السوبر ودي وايه الثالثة؟ افريقيا صحيح، السنة اللي فاتت افريقيا، السنة اللي فاتت. كابتن محمد يمكن اجيلك، اكيد البطولة العربية ما كانتش سهلة بالمرة. خلصنا السوبر المصري، دخلنا على البطولة العربية، لعبنا ماتش بماتش، يعني اكيد كان في مباريات صعبة في البطولة، اكيد كان في تحضير لمباريات صعبة. شايف البطولة كانت ازاي؟ لا بطولة طبعا، البطولة العربية طبعا صعبة طبعا كعادتها، يعني لان كل الفرق بتبقى معاها محترفين جامدين جدا. يعني فريق بني ياسر كمان اربع محترفين. فريق بحرين كان فرقة قوية جدا برضو، فالبطولة كانت صعبة جدا. يعني لعبنا كل الفرق، كان الفرق كلها كانت صعبة، فالحمد لله قدرنا نكسب البطولة الحمد لله. طبعا كنا دايما قبل الماتشات بندرس الفرق كويس جدا، بندرس قوة وضعف، نقطة ضعف الفريق وقوة والقوة بتاعت الفريق، قوة الضربة بتاعت الفريق. فالحمد لله قدرنا الحمد لله ناخد البطولة الحمد لله. وانت على المستوى الشخصي عملت ما شاء الله بماتشات كويسة بطولة عربية. لا والله الحمد لله، انا الحمد لله انا عملت اول ثلاث ماتشات كويسين جدا، بعد كده تعرضت لإصابة في صباعي، خدت ثلاث غرز. جت من ايه دي؟ والله بعد ما خلصنا اول ثلاث ماتشات اتمرنا بعدها في يوم الراحة، اتمرنا عشان بنجهز الماتش اللي بعدها، فبطلع بلوك الزميلي بالفرقه، فالكوره جت في صباعي فخدت ثلاث غرز. يعني الكوره من قوتها عورتها. يا خبر ابيض، فالحمد لله. ايه ده، سكينه دي ولا ايه؟ كوره لا عادي، الكور ممكن تفتحك طبعا، طبعا ممكن تخلع صوابع وكده يعني. فالحمد لله يعني طبعا دكتور سامح طبعا لما حليم طبعا ربنا رب رجعه بالسلامه، طبعا لعيب كبير جدا، وطبعا كلنا زعلانين عليه طبعا، ياثر طبعا مع الفرقه، وانا بتمنى ان شاء الله يرجع في اسرع وقت ان شاء الله. طبعا لما حليم اتصاب طبعا فما كانش فيه، كنت لازم ان انا اكون موجود مع الفرقه. صحيح. طبعا عشان طبعا عادل وسعودي ما ينفعش يشيلوا لوحدهم. صحيح. فطبعا الدكتور سامح تعب معايا جدا في الفتره دي طبعا، والحمد لله قدرت ارجع بسرعه وابقى موجود مع الفريق. بس حته الثلاث غرز دي ما يعني ما اتقالتش، وده برده حاجه كويسه ان الجهاز ما اعلنش او ما عرفناش في الميديا ان انت مصاب. لا الحمد لله احنا السنه دي مكتمين جدا على الفرقه طبعا. صحيح. عكس السنه اللي فاتت طبعا، السنه اللي فاتت طبعا حصلت طبعا ظروف، ده النادي الاهلي طبعا صعب جدا يخسر بطولتين في موسم واحد، فطبعا السنه دي احنا مكتمين على الفرقه ومركزين بس في هدفنا ان هو الخمس بطولات ان شاء الله باذن الله لو قعدنا بيهم الجمهور. والحمد لله يعني ما حدش عارف موضوع اصابتي، الحمد لله كان الكابتن بيدو بيحتاجني في اي وقت، كنت بنزل بعمل اللي عليا. صحيح. كلنا طبعا كلنا بنساعد بعضنا يعني الحمد لله. صحيح. طب عصران برضو البطوله كانت مش حلوه عليك، يعني يمكن تعرضت برضو مباريات كويسه بصراحه. طبعا. وفي ماتش او اتنين خدت فيهم احسن لاعب بيتهيألي، انا فاكر حاجه زي كده، صح الكلام ده ولا انا؟ تقريبا ماتش صح؟ خد احسن لاعب في المباراه، احسن لاعب جاب نقاط، جاب نقاط صحيح، اعلى سكور، انا فاكر حاجه زي كده وشفت الصور في على السوشيال ميديا. البطوله كانت يعني كانت قويه. متفق طبعا مع محسن في الموضوع ده ولا شايف انها كانت ماتشات وماتشات؟ لا اتفق طبعا مع محسن في الموضوع ده، الانديه ما شاء الله جايبين محترفين، كل نادي مثلا جاب 3 4 محترفين، فريق بني ياس مع اربع محترفين اقوياء يعني، فكانت فرقه يعني كويسه، بس الوكره كانت برضو قويه، فرقه كويسه جدا كان معاها 2 محترفين كويسين. ده غير الاربعه المجنسين، غير الاربعه يعني يعتبروا 6 اجانب، 7 في الملعب اصلا مش قطريين، يعني مش قطريين يعتبروا فرقه قويه بصراحه جمدة. يعني دي تقريبا كانت من احسن المباريات، بس فرقه البحرين دايما ما شاء الله يعني فرقه كويسه. الوكره كانت قبل النهائي. الوكره كانت قبل النهائي. كسبنا 3-1 تقريبا. كسبنا 3-1، وهي كمان طلعت فرقه عتيده، طلعت الناحيه الثانيه تقريبا فرقه الكويتيه، الاهلي القطري، الاهلي القطري، الأهل وفي فرقه كسبتها 3-2 تقريبا، الحاجه يعني الكويتيه او حاجه كسبوها 3-2 في دور الثمانيه. ايوه كان ماتش، كان احلى ماتش في البطوله الحقيقه، مش فاكر كان اسمه الكويتي. يعني انتوا الوكره، احنا لعبنا الوكره في دور الثمانيه، ولعبنا السيب العماني في نص النهائي، والبحرين في النهائي. الوكره بقى طلعت دور الثمانيه بعد ما كسبت يعني 3-2، ماتش كان جامد، فالوكره فرقه كويسه. فرقه الكويت دي، وبعد كده لعبوا الاهلي القطري وكسبوا برضو الاهلي القطري 3-1 تقريبا. وبعد كده وصلوا السيب العماني 3-2. خلي بالك برضو يعني السنه دي كانت اقوى، لان الفرق بتيجي تشارك في مصر هي عارفه مستوى الفولي بول بتاعها عامل ازاي، فبيجوا يعني انا بتهيألي دي اقوى نسخه بطوله عربيه اتعملت بامانه من اللي تابعناه، مش عشان احنا كويسين وبنكسب بفرق فهي ضعيفه، لا
البطوله كانت قويه. طيب انا عايز اكلمك في حاجه يا عصران، يمكن الروتيشن اللي بيعمله كابتن محمد مصلح ميدو، وبالرغم ممكن في مباريات تشارك بوقت قليل، ولكن لما بيجي يعتمد عليك سواء انت او محسن او كل اللعيبه بنلاقيكوا الله اكبر تفورم. المينتاليتي دي جايه ازاي؟ يعني انتوا ازاي بتبقوا جاهزين لاي وقت تنزلوا تبقوا احسن لعيبه في الملعب؟ هو يعني كابتن ميدو بصراحه بيتكلم مع كل اللعيبه وبيدي الثقه لكل اللعيبه، يعني بصراحه يعني بننزل هو كابتن ميدو بيشحننا للماتشات، يعني عموما كنا داخلين البطوله العربيه لا شحننا قبل ما نبتدي اصلا يعني حتى في السوبر برضو بسبب الاخفاق السنه اللي فاتت كان هو كان بدايتنا السوبر صحيح. كان كابتن ميدو شحننا يعني لازم نكسب، وعمليه الروتيشن بصراحه يعني دي انا شايفها حاجه كويسه لكل اللعيبه. وطبعا كل اللعيبه اللي عاوز ينزل حتى لو هينزل بنتين ثلاثه لازم يثبت نفسه، كله عاوز يلعب محدش عايز، دي حاجه كويسه. بس صحيح. احلى حاجه الروح اللي ما بيننا، التنافس يعني ده لمصلحه الفريق، ده لمصلحه الفرقه بصراحه يعني. وانتوا كلعيبه يعني بتفكروا الفكر ده بالظبط كده، عشان كده بيبقى في تطور جامد في كل المهارات. يعني عموما كل لعيب بيبقى عاوز يثبت مهارته الاحسن عشان يلعب. انا عايز اقول لك ان انا بستغرب يعني كنت من دون انتم من اللعيبه القليلين ما شاء الله عليكم، انه لما بتاخد فرصه وبتنزل مثلا انا بلاقيكوا يعني كانك بتلعب كل يوم، كانك بتلعب كان ما في انت اللعيب اللي ما يعني ما فيش حد غيره، فدي حاجه الحقيقه يعني تحسب لكم بامانه. طبعا لازم الناس تبقى قد التيشيرت اللي لابسها. طبعا احنا طبعا بنلعب في نادي كبير، طبعا النادي الاهلي طبعا نادي كبير، فطبعا لازم اللعيب اللي يبقى في الملعب يبقى لازم يقدم مسؤوليه، لازم ينزل يعمل اللي عليه طبعا، حتى لو هينزل نقطه زي ما عصران قال او نقطتين لازم ينزل يعمل اللي عليه، يثبت للناس والجمهور والجهاز الفني لا انا موجود وجاهز في اي وقت. لما مدرب يشوفك ان انت جاهز في اي وقت بعد كده ممكن يعتمد عليك في ماتشات كده. ما شاء الله عليكم بجد يعني، يعني بامانه لما تلاقي اللعيب بياخد الحته دي بشكل ايجابي. خلينا نتكلم بكل امانه، اللي قاعدين معاه دول نجوم، نجوم نجوم مش هزار. فلما نجم يبقى مثلا بيلعب النهارده ماتش ممكن يبقى لاعب ثلاث شواط، الماتش اللي بعده ممكن ما يشاركش او يشارك قليل، ويبقى بالمنتاليتي دي لا برافو عليك، وده سر نجاح الفرقه. لجيك برده الكابتن ميدو برده طبعا انا اسف وقت كلامك برده، احنا عندنا بالفرقه 16 نجم، مفيش حد نجم عن نجم لا كل 16 نجم. فطبعا صعب جدا لما لاعب لما يراضي ال 14 واحد في ماتش واحد، لازم طبعا في سته ماتش النهارده، في سته في ماتش بكره، لازم نريح بعضنا. لكن لما يجي يعتمد على سته مره واحده هيتهلكوا. لازم يجهز مع اسرار، لازم يجهز محسن، لازم يجهز لا لازم يجهز ده عشان لما يحتاج ده في ماتش مثلا يلاقيه. فاهم قصدي؟ هو الروتيشن ده اصلا يعني الحمد لله فارق جدا مع الفرقه السنه دي. يعني انتوا خدتوا بالكم من الصفحات والسوشيال ميديا اشادوا يعني بيكم بشكل كبير جدا، والحسيني كمان معانا النهارده اشادوا بيه، انه حتى الوقت اللي بتاخدوه في ماتشات بتاخدوا فيها وقت بتنزلوا وتعملوا الفارق. انت بتقرا الكلام ده؟ يعني تابعته وشفت في يعني في صفحات يعني بعد البطوله بصراحه تابعنا الكلام ده، يعني كانت حاجه كويسه بصراحه، كانت بتفرحنا وبتدينا حافز البطولات اللي جايه ان شاء الله. يعني بصراحه بيشجعونا جدا، ودي احلى حاجه بصراحه شفتها في النادي الاهلي يعني، والاداره بصراحه داعم لينا قوي. يعني دي من اكتر الحاجتين اللي انا شفتهم كويسين، الاداره كل ماتش معانا وكل بطوله حتى في السوبر والبطوله العربيه الاداره في ظهرنا والجمهور في ظهرنا. بصراحه انا اول مره اشوف الجمهور والاجواء دي طبعا. يعني بصراحه عارف لو كانوا فتحوا الصاله يوم الماتش الفاينل طبعا كانت مش هتتملي، ده هتتملي، ولو عملوه بصراحه كانت هتتملي طبعا. فهو الجمهور كان بينادي على طول، كانوا مشتاقين للموضوع ده. لا وانتوا كمان ليكوا وضعيه خاصه عند جمهور النادي، دايما بيشبهوا الماسترز او رجال الكره الطائره بكل فريق كره قدم. قال لكم تاريخ طويل جدا، وكل لاعب يعني ما شاء الله عصران احنا بنتكلم على ثلاث كؤوس وهو لسه ثاني سنه ليه. انت كم بطوله يا محسن؟ دي الثالثه، الله اكبر. اول سنه اول موسم ليا والسنه دي، يعني قصدي اقول لك ما شاء الله في سنه ونص، ولو حققنا الخمسه هتبقى ست بطولات مع النادي. اقل لاعب بيبقى لسه جاي بيحقق عدد بطولات كبيره. طب خلينا نتكلم عن اللي جاي. اللي جاي اللي فات يعني اقل حمل من اللي جاي. طب شايف اللي جاي ازاي؟ شايف البطولات اللي جايه ازاي يا كابتن؟ لا والله هو عندنا طبعا عندنا بقى خلاص بقى نبدا دوري ان شاء الله من الجمعه والسبت ان شاء الله مع فريق الطيران. احنا بعد البطوله العربيه احنا خدنا يومين اجازه ورجعنا طبعا للتمرين طبعا عشان بنستعد طبعا لفريق الطيران. طبعا ما فيش مسار سهله في الرياضه، ما فيش مسار سهل، ممكن في اي لحظه يحصل تلاقي نفسك بره الدوري. صحيح. واحنا طبعا لازم نرجع الدوري طبعا السنه دي طبعا للنادي طبعا. فطبعا احنا مركزين جدا طبعا، مستعدين كويس جدا لماتش الطيران. احنا واخدين خطوه خطوه يعني، ماتش المره الجايه عندنا الخطوه الجايه عندنا الطيران، ماتشين الطيران اول ماتش الجمعه نفكر في الجمعه، حتى مركزين بقى في ماتشات الكاس ولا حاجه، نعدي الطيران بعد كده نفكر في اللي جاي ان شاء الله.
مفيش حاجه يعني. البطوله العربيه صعبه؟ لا الدوري صعب برضه، والكاس صعب، وافريقيا طبعا اصعب، والافريقيا اصعب بكتير طبعا. انت السنه اللي فاتت واخدين افريقيا من الترجي تونس. في تونس، فافريقيا اللي جايه هتبقى اصعب بكتير طبعا، طبعا. فلازم نبقى مستعدين كويس جدا طبعا. طب عصران بتتفق مع محسن كده ان اللي جاي اصعب من اللي فات؟ اه طبعا، يعني بتفق مع محسن. الدوري والكاس اخفقنا فيهم الموسم الماضي، فلازم يعني الكاس والسوق والدوري ان شاء الله لازم ندخل اقوياء جدا. وشايف يعني دي يعني فتره لينا تهيأنا للبطوله العربيه. برافو عليك، يعني بص انت بطوله افريقيه جاي، انت جاي مركز في اللي جاي، بس اللي جاي هيعدنا للاصعب. اه طبعا، يعني كابتن ميدو اتكلم معانا بعد السوبر، ما صفحه واتقفلت بعد كده. امتى اتكلم معاك؟ تاني يوم ولا امتى؟ قال لكم امتى صفحه واتقفلت؟ بعد السوبر خدنا تقريبا يوم اجازه مثلا. قال لنا الغوا فلوس الصفحه ديت، نفكر في العربيه. نفكر في العربيه. بعد العربيه برضه نفس الكلام، قبل ما ندخل في الدوري ونفكر برضه في الكاس ونفكر في افريقيا، بس احنا ماشيين خطوه خطوه. الخطوه اللي جايه اقفل بقى الطيران، مش هنحتفل دلوقتي. مركزين في الطيران، مش هنحتفل دلوقتي. الاحتفال هيبقى بعد نهايه الموسم الخمس ان شاء الله. باذن الله باذن الله باذن الله. طب انا عايز اسالكم على لقطه عصر السنه اللي فاتت، بعد ما خسرنا الدوري والكاس، كابتن خالد ابو زينه ماشي في الطريق راجعين من ماتش كان الدوري الثاني، الكاس كان الاول، ولقى مكالمه من يعني كابتن محمود الخطيب، وطلب ان انتوا تيجوا تفطروا ثاني يوم. فاكر في النادي؟ انت فاكر في رمضان؟ فاكرها. كنا في رمضان، وكان ثاني يوم الخساره بصراحه، وكنتوا رايحين افريقيا. كنا رايحين افريقيا، ده كان بعد الكاس. كان بعد الكاس، ولعبنا دوري اول كاس، بعد كده كان افريقيا في الاخر. افريقيا كانت في الاخر، كان اول الكاس الاول. لا دوري، دوري كاس. دوري كاس. ولم نوفق، وبعد كده جت التليفون لكابتن خالد ابو زينه، كابتن الخطيب طلبكم ثاني يوم للفطار معاه. للفطار وجالكم ثاني يوم كابتن محمود الخطيب ماسك ورقه في ايده، الورقه دي فيها كل بطولاتكم اللي انتوا حققتوها على مدار التاريخ. كلمني عن انطباعك كده وانت رايح تقابل كابتن الخطيب، ورايحين تفطروا معاه، والراجل بدل ما يلومكم او يعني المفروض انتوا متوقعين انتوا خسرانين، فلو اتلم عادي يعني يقول لكم ولا حاجه. يعني رد فعل او الانعكاس ده عليكم كان ايه؟ احنا طبعا كنا اول ما سمعنا كده، هو كلنا كنا متضايقين جدا بسبب الخساره، فاول ما سمعنا كده فرحنا النادي وفطرنا. فبصراحه يعني فرحنا وانبسطنا جدا من كلام كابتن بيبو، يعني ادانا حافز قوي جدا للبطوله الافريقيه دي. كانت يعني حاجه عمري ما شفتها في اي نادي تاني، اللي هو بيدينا حافز للي جاي. يعني انا كنت متوقع غير كده، بس رغم الهزيمه. رغم الهزيمه يعني اتفاجئت بصراحه، وادانا طاقه جامده جدا للبطوله الافريقيه الحمد لله. يعني صحيح. الحمد لله ما شاء الله، يعني ما طلعتش معاهم، بس هم ما شاء الله يعني. انت لسه بتقول اللي بيلعب زي ما بيلعبش. طبعا هو كان عنده جيش اصلا ساعتها، ما كانش ممنوع السفر. وخلي بالك انت ان شاء الله اللي جاي افريقيا اللي جاي هيبقى لك دور كبير ان شاء الله بالمستوى اللي انت ماشي بيه. طب محسن، نفس الكلام بقى اللي حصل السنه اللي فاتت والزياره دي، ورحت قعدت مع كابتن محمود الخطيب، ولقيته بيقول لكم ولا اي حاجه، وانسوا احنا انتوا جبتوا لنا بطولات كتيره، وركزوا في افريقيا. كان انطباع القعده دي ايه، او المحاضره دي معاكم؟ لا والله انا طبعا انا جاي من نادي الزمالك، فحضرتك عارف طبعا. انا اول مره في حياتي اشوف رئيس نادي طبعا بعد خساره، انا مش بجامل اقسم بالله، انا عارف طبعا. اول مره اشوف رئيس نادي مثلا او مسؤول في نادي بعد خساره بطولتين في مكان صعب انك تخسر بطوله، او انك تخسر البطوله دي، دي كارثه ما بيتقبلش. فانا صراحه انا كمحسن كنت رايح الان، انا قلت في حاجه وما الحمد لله طبعا. لا كان كلامه حافز قوي جدا للبطوله الافريقيه طبعا. الناس حاسه بالمسؤوليه، كلامه طبعا فرق معانا جدا طبعا. هو قال لنا ان شاء الله انا واثق فيكم، هتروحوا ان شاء الله، وعارف وهنقابلكم في المطار بالكاس. قال لكم كده كابتن؟ طبعا. فالحمد لله يعني قد كان، يعني الحمد لله ربنا كرمنا هناك ووفقنا وخدنا البطوله طبعا الحمد لله. طب انت حاسس لما بنكسب بطولات زي كده بيبقى اللعيب بامانه بيحس بالفخر انه كان محل ثقه رئيس النادي؟ لما يكون رئيس نادي كبير واسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب بيحط ثقته في الفرقه، مهتم بالفرقه، فانتوا لما بتحققوا مكسب بتحس ان انت طبعا. انا لما احس ان المسؤول واثق فيا، انا طبعا ثقتي في نفسي هتزيد طبعا. انا لما المسؤول او اكبر حاجه في النادي مثلا يبقى واثقه في الفرقه في التيم او كشخص معين مثلا، لازم اكون واثق في نفسي كفرقه ان احنا ان شاء الله باذن الله نحقق التارجت والهدف اللي هو عايزه او اللي النادي كله عايزه والجمهور. يعني عايز اقول لك يا محسن ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي، خلينا انا واحد منهم، بيحبك جدا. الحمد لله. انت نجحت في سنه ونص يعني تمتلك قلوب جمهور النادي الاهلي. والله الحمد لله طبعا. انا حابب اشكر طبعا الجمهور طبعا. انا يعني السنه اللي فاتت كنت متابع السوشيال ميديا قوي، وبخش على الصلاه العاب الصالات وما اعرفش ايه. السنه دي حاولت ان انا ابعد شويه، اركز في الملعب اكتر.
فطبعا مراتي طبعا بتوريني كل حاجه، اي كلام بيبقى عليا طبعا ايجابي طبعا كان بيفرحني يعني، بتفرح طبعا لما بتلاقي كلام كويس عليها بتبعت لي وكده. لا طبعا الجمهور واقف معايا وقفه جامده جدا. ودخلت البوم دخلت البوم الحمد لله حلو. الحمد لله فهم واقفين معايا وقفه جامده جدا. طبعا انا اول مره في حياتي اشوف حاجه زي كده، خصوصا انا جاي من نادي الزمالك يعني، هم حبوني في الفتره الصغيره دي. طبعا دي حاجه مش طبعا الحمد لله انا ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. فانا ان شاء الله باذن الله انا بوعدهم ان شاء الله هيكون يعني ان شاء الله باذن الله اقدر اساعد الفريق اكتر من كده ان شاء الله في البطولات الفتره الجايه ان شاء الله. ومعانا يعني ما ينفعش نبقى في, في 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 احتفال زي ده وفرحه زي دي ما يكونش معانا المايسترو اللي العين بتحب تشوفه. يعني احنا لما بنشوفه في الملعب والله يا جماعه ما بقول لكم الكلام ده، يعني لما اتصاب جاله سبين انكل وقعد في المدرجات برضه تحب الكاميرا تيجي عليه. معانا كابتن الفريق واحد نجوم طبعا يعني مصر واسطوره كبيره كابتن عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا كابتن عبد الله. ربنا يخليك كابتن هيثم، اهلا وسهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، وارحب بحضرتك وبالكباتن المستشفين يا كابتن هيثم. ربنا يخليك على كلامك الجميل دوت وسام على صدر والله يعني. لا كابتن دي حقيقه بقول لك والله، انا مش بزود كلمه، انا فعلا من الناس اللي بحب اشوفك، بحب اتفرج، مش هتفرج كفولي بول، احب اشوفك بس في الملعب. المهم انا بقول لك الف مبروك، يعني انتم السنه دي مركزين قافلين على نفسكم، الف مليون مبروك. عندكم اللي جاي لسه كمان صعب، يعني تحب تقول ايه على اللي فات وعلى اللي جاي كمان يا كابتن عبد الله؟ ربنا يخليك يا كابتن هيثم، الله يبارك في حضرتك، ببارك طبعا مجلس اداره النادي الاهلي كلها برئاسه كابتن محمود الخطيب، ببارك للجهاز الفني المحترم بكره كابتن محمد مسلحي والفني والاداري والطبي، ببارك للعيبه الرجاله. طبعا تحدي صعب جدا بعد خساره الموسم اللي فات دوري وكاس، الحمد لله ربنا قدر يكرمنا يعني نقدر نفرح الجمهور حاجه بسيطه، نختم بطوله افريقيا الموسم ده يعني واخدين الحمد لله من اول على المحمل الجديه. يعني كل الماتشات اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا كان اهميتهم اللي هي موجوده في شهر مارس اللي احنا فيه دوت. نعم. حسمنا الحمد لله في اوله بطوله اكتوبر ودخلنا على البطوله العربيه الحمد لله، حسمناها بشكل كويس بشكل جيد وباداء عالي الحمد لله. صحيح. فبشكر اللعيبه والجهاز الفني وان شاء الله ربنا يكرم خلاص يعني صفحة واتطاوت، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله اصعب طبعا. ربنا كريم ان شاء الله رب العالمين، خلاص احنا في نص الموسم يعني لعبنا كتير، لعبنا من اكثر الفرق اللي موجوده في مصر، احنا لعبنا ماتشات كتيره جدا. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله يعني نأدي الصوره كويسه ان شاء الله، نقدر نرجع الدوري تاني ونرجع الكاس ان شاء الله، ونختم بافريقيا ونفرح جمهورنا كالعاده باذن الله. انتوا قدها ودوده كابتن، ويمكن بعد كاس السوبر انت خدت كاس السوبر بعد ما استلمته ككابتن الفريق وقائد للفريق، ونزلت على عصران تقريبا ومحسن، صح ولا انا غلطان؟ لا عصران وعزب عصران وعزب، انا اسف عزب. محسن كان في افريقيا، محسن كان طيب. يعني انت قصدك بايه بالحركه دي؟ يعني احنا ما اتكلمناش من ساعتها، بس ايه يعني ايه مغزى الحركه دي؟ انا عايز اسمعها منك يا كابتن عبد الله. والله يعني احنا طبعا زي ما حضرتك عارف يعني تجمعاتنا وعاداتنا مع بعض اكتر ما نكون في بيوتنا. صحيح. طبعا انا حاسس بعصران وحاسس بعزب، عصران كان نفسه السنه اللي فاتت يبقى معانا في بطوله افريقيه، بس ظروف حصلت خارج ارادته اللي هو ما يقدرش يسافر معانا. انا شايف عصران من ساعه ما جه في النادي الاهلي عايز يقدم احسن حاجه عنده، عايز يثبت للناس ان هو لعيب محترم، لعيب كويس طبعا، ولعيب محترم ولعيب ذو خلق عاليه. فانا شايف في عينيه حاجات كتيره، فكان نفسنا نفرحه ويكون معانا في افريقيا بس ما حصلش نصيب. استنيت لحد بعد اول بطوله ان شاء الله على الموسم دوت، كان برضك عزب شايفه مو بيتكلموا مع بعض، نفسنا احنا جينا النادي الاهلي عشان نكسب البطوله، نفسنا يعني كان عايزين يحسوا بطعم المكسب. فانا الصراحه كنت سايبه مفاجاه، حتى ما كنتش بتكلم مع احمد صلاح ولا حد من الفرقه خالص، يعني استنيت لحد ما ربنا كرم الحمد لله رب العالمين ببطوله اكتوبر. واول لما جينا خلاص استلمنا الكاس لقيتهم حتى هم كانوا في حاله ذهول. انا طبعا الرساله دي بوصل لهم بوريهم يعني انت كان عندك شغف، انت عايز تكسب وفي فرقه كبيره، شوف بقى احساسك وانت بترفع الكاس، شوف احساسك اول بطوله مع النادي الاهلي. يعني دي زي ما بتقول يعني ان شاء الله ربنا يديله طول عمره على قد ما نقدر نحضر معاه في الملاعب ونقدر نساعدهم ونقدر نديهم خبراتنا انا والناس الكبيره احمد صلاح وحسام يوسف. فعايز يعني زي ما بتقول عايز رساله اوصلها لهم ان شاء الله رب العالمين يكملوا ويستمروا في مكسب البطولات. يعني عايز اوريهم فرحه البطوله حاجه كبيره جدا، تعبك كله بيجي في ثانيه اللي انت بترفع الكاس ديت بتبقى الدنيا كلها، وربنا بيعوضك على اي تعب انت حصل منك اللي هو بيتواجد بالكاس. يعني بص يا كابتن مني يعني بحركه صغيره خليتهم نجوم شباك، حتى لو ما كانوش يعني انا بقول لك شوف يعني حركه انت صغيرتها عملتها كقائد فريق، يعني ما كلفتكش اي شيء غير روح كويسه، خليتهم نجوم شباك
وخليتهم نجوم ماتش من غير حتى ممكن يكون في لعيب ما شاركش او ما كانش موجود. فالله اكبر على روحك يا كابتن عبد الله. والله ربنا يخليك. لا والله احمد عزب كمان يعني نجم كبير ان شاء الله رب العالمين، صاعد واعد ان شاء الله، وجاي بقوه هو وعصير ان شاء الله ان شاء الله. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، وهم رجاله وواخدين الموضوع جد في التمرين، مركزين بيساعدوا الفرقه قد ما يقدروا ان شاء الله. ربنا يكرم يعني، او حتى في حد بيستعجل على زورهم ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله في وقتهم جاي ان شاء الله، ان شاء الله ويكسروا الدنيا ان شاء الله رب العالمين باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام نجم الفريق وماستر الفريق وقائد الفريق الماسترز، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا، شفتوا الروح عامله ازاي، شفتوا المحبه، المكسب ما بيجيش من فراغ. اوعوا تفتكروا ان الماسترز بيكسبوا عشان هم الافضل فنيا بس، لا، عشان اللي انتوا سامعينه ده. انا اجي برضو يعني العصران يمكن نفس القصه، انت جمهور نادي الاهلي حبك ما شاء الله، كابتن الفريق بيتكلم عنك وعن عزب وعن محسن بكل حب، شاف يعني الكلام طالع من قلبه، وان هو مش بيتكلم عنكم انه بيحبكم بس، لا، شايفكم لعيبه جامده جدا يعني، واثق فيكم فنيا. شايف حب الجمهور وحب الناس دي ليك ايه يا عصران؟ والله يعني ده الحمد لله فضل نعمه عند ربنا يعني، فالحمد لله على كل شيء. وطبعا يعني انا اول مره يعني انا كنت جاي من نادي الجيش، ففي اختلاف قوي جدا يعني السنه اللي فاتت. اي نعم الجمهور اتضايق مننا وكانوا زعلانين، بس السنه دي ده بالعكس يا كابتن، والله ما زعلوا صدقني. يمكن انت حسبت نفسك، احنا حسبنا نفسينا طبعا يعني كلنا كنا زعلانين بس طبعا. بالعكس ده قالوا لكم انتوا ياما فرحتونا، احنا مش زعلانين، واحنا كنا برضه عاوزين نفضل. دي كانت حاجه غريبه الناس حسدتكم عليها يعني. بس الحمد لله يعني موسم وعدى، فالحمد لله. طبعا الموسم ده انا بصراحه فرحان جدا ومبسوط انهم كانوا موجودين، يعني كان السنه اللي فاتت ما كانوش موجودين، وده يعني ما كانش عامل روح كويسه. لا السنه دي في اختلاف يعني في البطوله العربيه، بصراحه انا اتفاجئت جدا يعني. بصراحه طبعا اشكر الجمهور، وان شاء الله نوعدهم تلات بطولات اللي جايين ان شاء الله يكونوا داخل النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. طب محسن يمكن اجي لك، لسه اكيد عندك طموحات مع النادي الاهلي، لسه عندك احلام مع النادي الاهلي، عايز تبقى وتعمل نتائج وتعمل بطولات اكتر مع النادي الاهلي. شايف ايه المفتاح، ايه البوابه اللي تقدر منها توصل لحلمك ده جوه النادي الاهلي؟ لا والله هو الاجتهاد يعني، ان انا افضل اجتهد طبعا واعمل اقصى حاجه عندي طبعا عشان اقدر احقق حلمي في النادي الاهلي طبعا. انا طبعا نفسي طبعا ابقى عامل زي كابتن عبد الله وكابتن صلاح وكابتن حسام يوسف وكابتن حليم ابو، الناس دي معاها بطولات كتير جدا في النادي. فانا نفسي ان شاء الله يعني باذن الله يكون معايا كم البطولات اللي مع الناس دي. فان نعم. شاء الله باذن الله ده مطلوب مني ان انا طبعا اجتهد اكتر في الملعب، في تمريناتي اركز اكتر الفتره اللي جايه، وربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه. انا عاجبني فيك المنتاليتي بصراحه، عشان انت شايف ان الاجتهاد هو المفتاح ان شاء الله باذن الله. لازم ابذل مجهود ولازم اتعب، انا بلعب مع فرقه كلها نجوم وانا نجم، وبعد ذلك هجتهد. اه طبعا طبعا. انا انت جاوبتلي على اسئله كتيره جدا والله يعني. النهارده بكلامك ده انت جاوبتلي على اسئله يعني فعلا كابتن محمد مصلح ميدو بيعرف يختار بامانه والله العظيم يعني. مفيش لعيب بيجي، كابتن محمد كان قاعد على الترابيزه دي في يوم من الايام قال لي انا قبل ما بجيب لعيب عصران بيضحك. أيوة لان هو والله العظيم انا بقول لكم مش ده مش سر، قال لي انا قبل ما اجيب لعيب فنيا عالي، في لعيبه فنيين عاليين بس انا مش عايزه، بيعرف يختار اللعيب اللي يقدر يخش وسط المجموعه. واكبر دليل اللي انتوا قاعدين معايا فيه الحمد لله يعني بامانه يعني نعم. يعني انا شايف ان يعني الاحمر يليق بكم بامانه الحمد لله. طيب كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي، يعني رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي، تقول له ايه، تقول له ايه على اللي فات، تقول له ايه على اللي جاي، كلمه كده من القلب للجمهور. لا والله بقى انا يعني طبعا محتاج طبعا كلام كتير طبعا، لان انا فعلا انا شفت يعني سنه ونص في النادي الاهلي وجاي من نادي غريم، ان اشوف الحب دوت في خلال سنه ونص او ما كملش سنه ونص لسه، فطبعا دي حاجه كبيره جدا طبعا. حابب اشكر فيها الجمهور، وقف معايا كتير الفتره اللي فاتت طبعا، عايزين نبقى في الملعب دايما، وعايزين يشوفوا محسن اللي هو بتاع الزمالك وكده. فطبعا انا عايز اقول لهم حاجه، احنا في مركزي في اربع نجوم طبعا، عادل حليم سعودي وانا صحيح. فطبعا استحاله ان الكابتن ميدو اختار اتنين يلعبوا، الموضوع صعب صعب. فطبعا الكابتن بيختار الانسب في الماتش دوت والانسب في حسب الماتش، كل اتنين لهم ماتش نعم. فطبعا انا يعني حابب اوصل لهم الرساله دي من هنا طبعا. هو طبعا الكابتن بيختار الانسب، انا بس اقدر اوعدهم ان شاء الله باذن الله طول ما انا في الملعب ان شاء الله باذن الله هقدر اطلع اقصى حاجه عندي، لان هم لهم حق عليا طالما هم الناس دي بيدوني كل حاجه
هم لهم حق علينا طبعا قدموا كل حاجه طبعا النادي طبعا طبعا ان اصلا النادي مش مؤثر معانا صراحه مجلس اداره النادي الاهلي طبعا مش مؤثر معانا في اي حاجه فطبعا حق النادي عليا انا كمحسن او كفرقه ان احنا نعمل اقصى حاجه عندنا عشان نفرح الجمهور والاداره فطبعا باذن الله انا بوعد الجمهور ان شاء الله باذن الله ان احنا باذن الله خدنا بطولتين قفلنا عليهم الحمد لله نفكر بقى بثلاث بطولات الجايين ان شاء الله باذن الله وباذن الله ناخدهم ان شاء الله اسمح لي اسلم عليك حبيبي والله بجد على الهوا حبيبي لان فعلا كلامك لمس قلبي والله بجد انا بحييك يا كابتن لا والله ما عشان انا شايف حب الناس انا يعني. صراحه بشوف حب الناس انا طبعا بعتذر لهم طبعا في ناس كتير بتكلمني بس انا فعلا انا السنه دي قافل على نفسي خالص عكس السنه اللي فاتت سبقك كل مره بتنزل بتبقى كويس وعصران نفس الكلام ده عصران بينزل يعني انا بقول لك انا مستغرب عصران بينزل انا فهمت ايه انا فهمت القصه ده حق النادي ده حق النادي عليا طبعا النادي بيديني حقي لازم ادي النادي حق الله ينور عليك فده عشان ربنا يبارك لي بس في اللي انا بقى. اسمع عصران بقى رساله لجمهور النادي الاهلي طبعا يعني بقول لهم الف مبروك وان شاء الله الثلاث بطولات اللي جايين ان شاء الله هيكونوا من نصيبنا ونكون داخل نادي الاهلي يعني فطبعا يعني انا فرحان ومبسوط جدا بالجمهور يعني انا اول مره اشوف جمهور النادي الاهلي بصراحه وفرحان جدا وبيحمسونا جدا يعني وروحهم حلوه بصراحه معانا حتى لما خسرنا الموسم اللي فات يعني كان في دعم برضه روحهم كانت حلوه معانا بس يعني في المكسب بصراحه غير طبعا لقيتهم فرحانين جدا ومبسوطين جدا ان هم لدرجه لو كانوا عاوزين ينطونا الصاله صحيح بصراحه صحيح. يعني فرحت جدا والله طيب يعني. كلمه سريعه قبل ما اختم الفقره دي لكابتن محمد مسيل حميدو الراجل بعد عصران بس مش عايز انسى حاجه قبل بس ايه قول اتفضل 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 انا بس طالب من الجمهور الاهلي بس يدعي طبعا الكابتن عبد الحليم عيبو كابتن عبد الحليم طبعا الناس كلها تدعي له ان شاء الله يرجع يعني يرجع احسن يعني من الاول ان شاء الله ويرجع في اسرع وقت لعيب محترم جدا لعيب على اعلى مستوى وهيفرق جدا الفتره الجايه مع الفريق باذن الله انا بدعي له من خلال برنامج حضرتك طبعا ان شاء الله يرجع لسامه ان شاء الله ويرجع اقوى من الاول ان شاء الله واحنا كلنا ان شاء الله في ظهره ومعاه باذن الله تعالى لان هو لعيب يستاهل كل خير الصراحه فان شاء الله باذن الله انا من خلال حضرتك ان شاء الله باذن الله هيرجع اقوى من الاول باذن الله وندعي له ان شاء الله باذن الله باذن الله كان عايز اقول لكم بس الساده المشاهدين ان عبو بيلعب في نفس مركز محسن اللي انتم شايفينه ده بيدعي لزميله اللي بيلعب معاه في مركزه اللي فيه تنافس بينه وبينه عرفتوا ليه الماسترز بيكسبه عرفتوا لما عصران بيتكلم كده وكابتن عبد الله عبد السلام بيدي له الكاس عشان هو الراجل كان عنده ظروف منعته يروح افريقيا السنه اللي فاتت عرفتوا ليه الموضوع مش فنيات والله ابدا الموضوع مش فنيات الموضوع فنيات وروح قبل الفنيات وده دور الماسترز وانا بس حبيت النهارده ان احنا ما بنتكلمش ومبروك طبعا مبروك ده حلو بس لازم نبين الابطال دول عاملين ازاي الحقيقه في نهايه الفقره بشكرك الحقيقه محسن بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا والف مليون مبروك من قلبي واتمنى لك كل التوفيق نورتنا يا حبيبي عصرا بشكرك والف مليون مبروك واتمنى لك من قلبي كل التوفيق الف الله يبارك في حضرتك يا فندم وطبعا يعني نور حضرتك يعني ونور الجمهور والاداره بصراحه واحب اشكر كابتن عبد الله عبد السلام بصراحه يعني من اكتر اللعيبه وكابتن احمد صلاح يعني بيقعدوا معانا وبيتكلموا معانا وبيدونا حافز قوي جدا فطبعا احب اشكرهم طبعا جدا وطبعا اشكر كابتن ميدو وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون احسن باذن الله اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ونكمل حلقتنا مع الماسترز هيكون معنا بعد الفاصل الكابتن محمود جمعه المدرب العام وايضا اللاعب النجمه الصغيره الكبيره عبد الرحمن الحسيني ولكن بعد الفاصل